في أي وقت إنه تكونوا شايفين إنه أنا مش عم بسجل هذا، لو سمحتوا you can record the session. طيب حبايبي، هلا as we said إنه unit 5 talks about إيش؟ talks about sources of energy. sources هذا ال plural form، جمع يعني. we are not talking about one source. source يعني مصدر. sources which are مصادر. طيب طلعوا على هذا الصورة. it might not be clear بس in your books it is clear. هاي picture A. what is it؟ شو هذولا؟ what are these؟ what are these here؟ tell me أستاذ. هذولا بتركبوا فوق المدرسة، بتركبوا في المساجد، بتركبوا في البيوت. طرم انت، هذول اسمهم solar panels. ايش يعني solar؟ هلا شوفوا يا شباب، لما بسألكم انا مش بسألكم عشان المدرسه والعلامات، بسألك عشان مستقبلك. انت لازم تعرف انه solar معناها شمسي، شمسي تمام، شمسي. panels معناها لوحات. طيب لو اجيك انا، انتم بتسمعوا الناس تحكي التوجيهي 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 صار صعب، اوكي بدي اجي انا احكي لحالي كيف بدي اقدر افهم ايش يعني سولار بالانجليزي. مين بيقدر يوصف لي اياها من راسك؟ ومش ضروري تطلع صح، انا بدي اشوف انت كيف نظام ممكن تكون. انا بدي ان انجلش سولار. سنة، لا هذا سولار سيستم. طبعا هذه يا حبايبي سولار، هاي ايش مالها يا اخوان؟ هذه ادجكتيف. ايش يعني؟ صفة it means شمسي، شمسي. يعني استاذ بنقول كالتالي related to the sun. ايش يعني related؟ يعني له علاقة بالشمس. تخيل يا استاذ انت تكون ايش، تخيل تكون انت بتشتغل بشركة. الله يرضى عليك، خذ راحتك، خذ راحتك، الله يرضى عليك حبيبي انت. فتخيل يا استاذ العزيز انك انت ايش بتسوي، انك انت بتشتغل بشركه، بعدين اجي حكوا لك بدي اركب لوحات شمسيه وانت ما بتعرف. هون استاذ راح تتعرض لايش؟ راح تتعرض للاحراج. طب يعني انت اهلك ودوك على مدرسه محترمه وانت انسان بايدك كمبيوتر ولابتوب وتلفون من احسن التلفونات. عشان هيك استاذ لازم نبلش نتعلم صح، لازم ابلش افهم شو هاي السولار بانلز. هذه السولار بانلز هاي لو اجيت اعرفهم انا، بدي احكي لك، بدي اقول بانلز ذات معناها الذي، بانلز ذات بروديوس. ايش يعني بروديوس؟ ينتج. ينتج الكتريسيتي. ايش يعني كهرباء. مين اللي حكى؟ مصطفى آيسا شكرا لك. عفو. كهرباء صعبة؟ لا مش صعبة، خصوصا اذا تعلمت. في عدة اشياء لازم نتعلمهم احنا السنة، لازم نتعلم. طبعا احنا زي ما بتعرفوا كمان شوي راح نبلش في مادة التوجيهي، بس الأهم من مادة التوجيهي بمليون مرة شغلتين: معاني الكلمات، قديش أنت إنسان بتفهم معاني، والاستراتيجيات تبعون الدراسة. يعني كيف أنا أمسك هذا الكتاب أحاول أفهم منه إنه شو بدهم مني، شو بدهم يعلموني. هون هو قال لك look at the pictures، طلع لي على الصور اللي فيها energy sources. احنا حكينا عن اول واحدة استاذ، we talked about solar panels.
الثاني هاي شو هي هاي شو هذا شو ويند من المطاوح هاي يعني عليك هذا اسمهم ويند او بسموهم ويند فارمز هاي ميل معناها ايش معناها طاحونة بس هي مش طاحونة بس لانها تشبه الطاحونة تمام هذول اسمهم ويند ميل هذول كيف استاذ ايش بيعمل هذول أستاذ، هاي بتلف مع الهواء وبتصير تولد طاقة. طيب حلو تعال نحكي هذا الحكي بالانجليزي يا استاذ بنحكي ايش بنحكي هيوج ايش يعني هيوج ضخم. ضخم. ايوه عملاق بالضبط يعني عليكم هيوج فانز ايش يعني بتلف موفز او روتيت huge fans that move بتحركوا that move or rotate rotate يا اخوان يعني يدور rotation يعني يدور بالعراقي تدور البنكة يعني المروحة بتلف ايه ده that دور move البنك. that move or rotate ليش هو حكى الشاب to produce كهرباء elect ري سي تي صح والله هيك بتجننوا انتوا والله هذا يا اخوان اذا بنتعلمه اقسم بالله طلاب التوجيه يا استاذ بفتقدوا لهذا الاشي انه بقول لك استاذ اذا جابوا لنا معاني بالانجليزي اول اشي انت ما بيجيب لك المعنى بالطريقه هاي في التوجيه في التوجيه بيجيب لك مثلا هذا ما بعرف ايش هو هذا انا بصراحة بس هذا يعني هاي هي عبارة عن مصنع لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق البخار تمام هذا مثلا اسمه ايش يا اخوان اسمه مثلا الكتريك جينيريتر اللي هو مولد كهربائي هلا بالتوجيه يا جماعة بيجي لك A B C D وبحط لك يا حبيبي أربع معاني لهذا الإشي بيجي بقول لك A factory مصنع يعني that makes bread إيش يعني bread خبز A factory that makes electricity. A factory that makes candy. Candy يعني حلوى. A factory that makes مثلا books. وانت استعمل عقلك بتميز انه خياري انه هذا الخيار اللي هو المصنع اللي هو مصنع بيعمل كهرباء. تمام يا حلوين. هيك هاي واحدة من الطرق الطريقة الثانية أستاذي إنه يجيب لك إيش يجيب لك المعنى مثلا في عندي أنا هون عدة كلمات خليني أخذ كلمة جينيريتر هاي جينيريتر إيش معناها إيش معناها تطوير يعني هيك مولد هي معناها مولد هلا بتيجي بمعنى تطوير لو كنت انت عندك افكار وفي حدا بده يعمل ايش جينيريت انه بده يولد افكار او يطورها مولد طب شو هذا المولد استاذ بيجيبوا لك هم هيك بيجيبوا لك هون المعنى باللغة الانجليزية وتحت بحطوا لك A B C دي اللي هم ايش كلمات واحدة بتكون كلمة جينيريتور فانت بتروح تقرأ المعنى بالانجليزي بتلاقي جينيريتور يعني انت مش راح تكتب المعنى ما في كتابة معنى بالانجليزي في الامتحان تبع الثانوية العامة ولكن شو بلزمني هون انا يا حبايبي بلزمني اني شو اعمل اني اعرف كيف أميز
هذا المعنى لأني كلمة بالعكس. السؤال الأول يا أصدقائي الأشخاص بقول Look at the pictures of different energy sources. Do you know what they are called? سمينا إحنا تنتين، الثالثة أتوقع أستاذ يكون اسمها إيش؟ يكون اسمها إيش اسمها حكولي؟ توليد الطاقة عن طريق هذا. خلينا نقول هلأ بنشوف إيش بيسموه، تعال نشوف هون إيش مسمينه هم. ننزل هون قديش هذا رقمه؟ نمبر 1 اسمه يا إخوان إيش؟ نيوكليير باور ستيشن. إيش يعني؟ الطاقة النووية. يا عيني عليكم. وهذا احنا قلنا ويند ميلز، هم كاتبين توربين، ما في مشكلة. الإجابة اللي احنا حطيناها هي الأصح، لأن التوربين يا إخوان هي المنطقة اللي بتكون هون، هذا اسمه توربين. هذا مش كلها، هي اسمها ويند ميل. فهي الأسماء الثلاثة انقلوا لي إياها لو سمحتوا. نيوكلير يعني نووي، باور طاقة، ستيشن محطة، محطة الطاقة النووية. طيب دون تن الله يرضى عليك. طيب تعالوا نشوف هنا يا جماعة الخير. هلأ الأول هذا خلاص دان، طالب مني read the words in the box، اقرأ الكلمات التي في المربع هذا which refer to energy. أي واحدة فيهم بتعود ل energy form، عفوا energy from the sun، طاقة من الشمس، and which refer to energy from the wind، طاقة رياح. Check the meaning of any words you don't know in activity book glossary or in the dictionary. Solar. طيب خلينا يا اخوان نرقمهم، واحد واثنين. Solar واحد شمسي، هاي اثنين ويند رياح، اثنين ويند، ون شمس. فاهمين شو بعمل؟ بتصنفهم. بالضبط بصنفهم. اخترت انا ون و تو، ويندي تو، هيت ون، سيل ون، جنريتر تو، Sunlight one. تمام؟ تمام ولا منه تميم؟ ردوا يا محترمين. طيب مكتوب هون three students have researched renewable energy sources. بحثوا. Read and listen to the conversation. إيش يعني conversation؟ محادثة. يا عيني عليكي. Complete the text with the words in the box. طيب هلأ أنا عشان هذه المهارة ما عندي منها، اللي هي في الامتحان الوزاري ما في إشي اسمه عبي، عبوا لي إياهم يا إخوان. وقبل لازم نروح للريدنج ستراتيجيز، لأنه صاروا يجيبوا منهم من الامتحان الوزاري. عبوا لي اياهم بالفراغات حسب هاي الاجابات لو سمحتوا. يلا هذا اللي هو تمرين رقم قديش يا حبايبي؟ تمرين رقم 3 اللي هو القطعة.
عبوا جواها هذول الكلمات حسب الرقم، فاهمين علي؟ يلا you have 2 minutes عشان ايش؟ نرجع ننطلق لوين؟ للقطعة، اقرأها، نكيف عليها. Done. Done. طيب تعالوا نروح لوين؟ للتكست. لا قبل خلينا نحكي عن هاي reading strategies. شوفوا يا اخوان، دائما التحصيل تحصيل العلامات العالية يعتمد على إيش؟ أول إشي دراسة اللي هي معرفة. رقم 2 يعتمد على إيش حبايبي؟ على استراتيجيات. يعني إذا أنت أستاذ دارس وبتعرفش تحل، أنت أكلت هوا. إذا بتعرف تحل أنت بالسيف سايد. طيب اقرأوا لي هالتكست هذا. المهم يا حلوين، أول إشي completing a text. read through. ايش يعني through؟ من خلال ايوه read بالضبط. read through the text first to have an idea of what it is about. يعني بتقرأ هيك انت عشان تعرف عن ايش هالتكست بيحكي هيك بشكل عام. اوكي هاي استراتيجية نمبر 1. استراتيجية نمبر 2، look at the words. طلع على الكلمات in the books. Think about how each word is used. فكر في الكلمات كيف استخدموهم. آخر إشي، look at each gap. طلع على الفراغ and consider the best word to insert in the gap. هلا إحنا عبينا الفراغات لأنه أنا قلت لكم ما عندي هيك مهارة في توجيهي، وهلا بدنا نقرأ هذا الإشي، ولكن بدي منكم تقرأوه بشكل صامت. هيك at least ايش اول جزئية يعني لهون، واحكوا لي ايش بيحكي. يلا معانا هيك 2 minutes. يلا اخر شيء حكيت 2 minutes ليش؟ نقرأ ونفهم عن ايش هذا بشكل سريع. يلا ان شاء الله حبيب ولا قلبي انت. طيب عندي تيتشر وعندي رمزي، جوز هذا اخوه للمس رمزية، اخوها للمس رمزية، رمزي هذا اسمه صح؟ يلا خلينا نشوفها بلاش تكون هون في خطنا. الحمد لله أنا مش موجودة. شكرا لك. الأستاذ the teacher بيقول our project today is to find out about. find out يا جماعة إيش يعني؟ نجد. أيوة find out. نجد نكتشف. about renewable energy sources ايش يعني؟ فهذا ايش حكيتي لي يا استاذي؟ سوري عشان قاطعتك. لا عن موارد الطاقة المتجددة. بالضبط مصادر او موارد، طبعا الاثنين حلوين، كلمة مصادر حلوة وموارد حلوة.
ما فيش اختلاف بينهم. انا بالنسبة إلي طيب بدنا نفكر فيهم هذول مصادر الطاقة المتجددة. ذات مين هاي تعريفهم يا حبايبي؟ شايف هاي الكلمة renewable energy sources؟ تعريفها وين؟ تعريفها يا أستاذي القدير المحترم أنت وياه، هيا. That means هذا يعني resources which are continually replaced، يتم تجديدها replaced يعني continually بشكل مستمر and will not run out. ايش يعني run out؟ تخلص. لن ينتهي at any time soon، في اي وقت قريب. هيك احنا بنكون فنانين. هلا يا اخوان هذا دغري بتتوقع انه سؤال يكون، يعني انا لو بدي اعمل امتحان مش راح اعرف اجيب لك الا هيك سؤال. فاهمين الفكرة كيف الأستاذ بحط الأسئلة؟ رد يا محترم أنت وياه. نعم يا سلام. عشان هيك يا حبايبي بدي أكون عارف إيش، بدي أكون عارف كيف بالتوجيه حتجيني الأسئلة. مش أقعد أحكي والله يا أستاذ ما درستش القطع. القطع كتار يا اخوان، بنفعش تقعد تدرسهم ليلة الامتحان. بدي ادرس استراتيجيتهم. يعني شو قصدي انا في هذا الحكي اللي بحكيه؟ قصدي انه في هذول الاربع سطور انا لقيت سؤال وحددته، حددت هذا السؤال وعرفته، لذلك انت بصير عندك القدرة على انك ايش يا اخوان، على انك تميز. طيب يا حبايبي خلصت الحصة، شكرا لكم، ان شاء الله بنلتقي امتى؟ بنلتقي بكرة.